تنظيم داعش استخدم استراتيجية الإحاطة والتطويق، تم بيع الأسلحة من قبل ضباط أخيرة في عير رتب إلى ميليشيات. هذه الأسلحة ربما قد حصل عليها تنظيم داعش وأدت بالنتيجة إلى هذه العمليات العسكرية. سجن الغويران الذي تم فرار منه مجموعة من عناصر داعش بدأت الأرقام ب 22 شخصا، وتزايدت هذه الأرقام بموجب العمليات العسكرية أو تداعيات تلك العملية العسكرية من خلال استهداف البوابات، إحدى البوابات، والتفجير الذي حصل. لكن عملية احتواء هذا الموقف عسكريا أعتقد أنه في السياق الأمني ما زال قاصرا حول ماهية تلك العملية وكيفية التعامل معها، نظرا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن السجن أيضا هو أنشئ ضمن مدرسة صناعية كبيرة كانت في هذه المنطقة، وهي محاذية لمساكن مدنيين كانوا موجودين أهلين ساكنين في هذه المنطقة. أيضا تنظيم داعش استخدم استراتيجية الإحاطة والتطويق من خلال على مدار طبعا 4 سنوات الماضية من خلال التمركز في هذه المنازل، أيضا هي أعطته دفعة نوعية من خلال عملية الهجوم وعملية اختباء العناصر داعش. كذلك أيضا أعتقد أن التجاوب بالنسبة للحلفاء أو القوات الأمريكية بشكل عام، أعتقد أنه كان من الممكن أن يكون هنالك تفاعل أكبر من حيث العمليات العسكرية أو من حيث تنفيذ الغارات الجوية، كذلك أيضا من خلال الدعم والإسناد اللوجستي الذي يقدم لقوات الديمقراطية. لكن عملية الدولي ربما أحد صدى المسارات. ما يحصل اليوم في ديالى أيضا هو عمليات عسكرية موازية لذلك، والأسباب والتداعيات تعود بالأساس إلى عمليات بيع الأسلحة. بالنسبة هنالك بعض المعلومات تشير في العراق بأنه قد تم بيع الأسلحة من قبل ضباط عراقية في عير رتب إلى ميليشيات. هذه الأسلحة ربما قد حصل عليها تنظيم داعش وأدت بالنتيجة إلى هذه العمليات العسكرية وتوسيع نطاق عملياته العسكرية سواء كان في العراق أو حتى في سوريا، ولربما قد نشهد عمليات مماثلة في حال عدم احتواء الموقف عسكريا والبحث بطرق جدية عن تحقيق أمني شامل في هذه المنطقة من أجل إيقاف هؤلاء العناصر الذين فروا. وهنالك معلومات تشير إلى أن تعداد هؤلاء النازلون ضمن هذا السجن قرابة 5000، وهنالك بعض الأرقام تقول 3500. بغض النظر عن تلك الأرقام، النسبة الأكبر هي مقاتلين متواجدين لا تقبل بلدانهم باسترجادهم. كذلك أيضا تأجيل هذا الملف القانوني الكبير، السبب الرئيسي يعود أيضا هو لطبيعة تعامل تلك البلدان مع رعاياها الذين قد تم إرسالهم أو تم توظيفهم من خلال هذه المعارك. لكن في نتيجة المطاف أعتقد بأنه لابد أن يكون هنالك مسار قانوني لاحتواء هذا المشهد برمته، بحيث يتم انتهاء من هذا الملف العالق الذي قد قارب قرابة 4 سنوات حتى هذه اللحظة، ولم يتم بت الأمر فيه سواء كان من خلال التفاهمات السياسية من خلال مجلس الأمن أو حتى من خلال الدول التي ترعى هذه البلدان، ترعى هؤلاء المتواجدين في هذا السجن.